يعني مثلا لما أجي الأمير المؤمنين عليه السلام يتحدث عن البرازيل أمة أمازون، يقول لها نهر عظيم اسمه أمازون. قبل ألوف السنين، رجعوا المصادر التاريخية. يقول أمة عظيمة لها نهر اسمه أمازون، لا يعلو لهم اسمون هذول أهل أمازون إلا باللعبة السارحة. واحد قام له قال له يا أمير المؤمنين شنو اللعبة السارحة؟ قال له كرة كمثل أضعاف بيضة النعامة. أسأل ليش بيضة نعامة مو حمامة دجاجة كذا؟ لأن ذنك بيضويات الشكل، بيضة النعامة لا، الوحيدة الدائرية هندسية الشكل، دائرية بالمعنى الهندسي. يصفقون إليها تصفيق الأوباش ويرقصون حولها رقص الأحباش، يدفعون الأموال إليها ثم تجبى إليهم. ألا فاقرأوا إذا رأيتموهم، إنما الدنيا لعب ولهو، إنما مثل الحياة الدنيا عفوا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، إلى آخر الآية. كزرع أخرج شطأه، إلى آخر الآية على كل حال.